ازيكم يا النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن هو الفيلم الجديد لعالم مارفل السينمائي وهو فيلم ثاندر بولز. قبل ما نبدا حلقتنا اتمنى تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا لان ده يا جماعه بيساعدنا جدا 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 وما تنسوش اللايك والشير للحلقه ويلا بينا نبدا. مبدئيا كده ثاندر بولز ده يعتبر الفيلم الجديد لعالم مارفل السينمائي. المفروض كان في تريلر برده تاني انا ما عملتلوش تريلر رياكشن بس اتفرجت عليه والحمد لله انا ما عملتوش تريلر رياكشن. التريلر ما عجبنيش خالص وهو الجزء الجديد بتاع كابتن امريكا اللي هو كان اسمه بريف نيو وورلد حاجه كده يعني ما عجبنيش خالص. وهيبقى فيه انتروداكشن اصلا كمان لهالك وهالك اللي هو الريد هالك ولا حاجه زي شبه كده اللي هيعملوه هاريزون فورد. وهيبقى فيه طبعا سام ويليامز ده هو ولا وات ايفر اسمه ايه اللي هو كان فالكون هيبقى كابتن امريكا. وبصراحه المسلسل اصلا كان فاشل بالنسبه لي وما عجبنيش المسلسل وكون ان هو هيعمل كابتن امريكا ده اصلا ده حوار تاني يعني. وغالبا اصلا اللي عرفه يعني على ما اعتقد ان الفيلم غالبا مش هينزل في مصر لان في ممثله من الممثلات اللي هتبقى موجوده في الفيلم اسمها صبرا تقريبا للاسف هي يعني صهيونيه من الاخر طلعينها ما اعرفش بقى هي هتبقى فيلن ولا هتبقى سوبر هيرو الله اعلم. فغالبا غالبا من الكاست اللي انا كنت قاريه لما شفت التريلر بتاع كابتن امريكا الجديد هي هتبقى موجوده فما اعرفش بقى هل هينزل في مصر ولا لا بس غالبا لو هرشوا الموضوع فغالبا مش هينزل يعني. موضوع ان هي بس يعني صهيونيه وبتاع ده الكوستيوم اللي هي لابساه اصلا في النجمه ذات نفسه على اللي هي لابساه يعني فغالبا يعني اللي هو صباح الفل يعني. فعندنا ثاندر بولز انا عن نفسي يعني كعالم مارفل السينمائي انا حاسس ان عالم مارفل السينمائي كان حلو قوي شكرا كده سلام عليكم وعليكم السلام انتهى عند نو واي هوم وولفرين اند ديد بول دي كانت الكريزه اللي كانت محطوطه اللي فوق التورته. كل اللي هيجي بقى بعد كده بصراحه انا حاسس ان انا مش متفائل له خير بمعنى الكلمه ويعني ممكن اللي يرجع يبقى فيه شويه امل ممكن لو في هيبقى جزء جديد لسبايدر مان السنه الجايه وبتاع. غير كده انا يعني سواء افلام او مسلسلات عالم مارفل يعني انا بصراحه ما بقتش حاسس ان انا مهتم خالص يعني. فدي ممكن تكون حاجه من الحاجات اللي ممكن ترجع شويه الشغف اتجاه لعالم مارفل يعني اتمنى بصراحه. فمش عارف هم هيمشوها ازاي بقى هتبقى عامله ازاي. انا ثاندر بولتس دول انا ما اعرفش ايه ثاندر بولتس وانا واحد مش خبير كوميك بوكس فانا واحد بتاع موفيز بتاع افلام فانا بشوف المنتج اللي قدامي ما بقارنش بقى كوميك بوكس كانوا في الكوميك بوكس ما ماليش دعوه بالكلام ده كله. فيلم ثاندر بولتس هو من كتابه كيرت بوسيك ومن اخراج جيك شيرير اللي كان عامل قبل كده فيلم اسمه بيبر تاونز ومعانا في البطوله فلورنس بيو وعندنا اولجا كروكو ما اعرفش بتتنطق ازاي لا مؤاخذه يعني وعندنا ريتشل فايس وعندنا ديفيد هاربور تقريبا بسم الله ما شاء الله هم جايبين الكاركترز كلها اللي كانت موجوده في بلاك ويدو وانا اصلا بلاك ويدو ما كانش جاي معايا سكه. بس الحاجات اللي ممكن تتفائل فيها بالفيلم ده ان في سيباستيان ستان وهو باكي بيرنز اللي كان موجود في الافلام قبل كده بتاعت افنجرز والكلام ده كله وفي عندنا وايت راسل اللي هو كان دوره جون ووكر اللي هو كان قبل كده في المسلسل بتاع فالكون اند وينتر سولجر كان طالع بدور كابتن امريكا فهو ما اعرفش بقى هو طالع هنا بدور ايه كابتن امريكا برضو اللي كان موجود قبل كده ولا ايه الله اعلم. وطبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره هشوفه معاك دلوقتي اول مره فيلم ثاندر بولز يلا بينا. I click leave on porch. Your subordinates will be reported to DoorDash HQ. Elena! Hi, Dad. Sorry about the wait. It was an important call. Highly classified. But why do you ask this? What brings you here? In emptiness. I'm just drifting. And I don't have purpose. I'm Bob. Who sent you, Bob? Everyone here has done bad things. Shadow ops. Robbing government labs. What the hell? That there are good guys and there are bad guys. What's the plan? And there are worse guys and nothing else. Look at you. So adorable. What happened to bulletproof? It's bulletproof-ish. Bye.
Bucky? That's not good. ايه الهراء اللي الواحد اتفرج عليه ده يا جماعه؟ انا حرفيا هو مبدئيا ده مش تيزر، هو مكتوب ان هو تيزر بس ده مش تيزر، ده التريلر، وتريلر طويل قوي كمان، فاحنا هندي نسبه ترقب، انا هعتبره اوفيشال تريلر اصلا، ان بسم الله ما شاء الله مكمل معانا 3 دقايق. ف ايه اللي انا اتفرجت عليه ده يا جماعه؟ معلش بقى بص، ايه ده؟ انا حرفيا يعني انا كلمه انتسيبيشن دي ما عدتش عليا اساسا. يعني انا زي ما انا قلت، يعني اكتر حد شدني في التريلر هو باكي، ده اكتر حد حسه انترستينج موجود في الفيلم، هو وديفيد هاربر اللي هو الاب، يعني ابو فلورنس بيو، أليكسي شتويشكوف ده، ولا مش عارف، هما جايبين نفس الكاركترز الفيلنز والسوبر هيروز اللي كانت في بلاك ويدو واللي كانوا في فالكون وينتر سولجر، فعاملينهم مع بعض ثاندر بولز. انا ما اعرفش ايه الثاندر بولز ده عامه، يعني ممكن يكون لهم ذات اهميه كبيره في الكوميك بوكس، الله اعلم، انا واحد ما مش خبير كوميك بوكس. انا عامه انا مش متفائل ولو حتى يعني بذره، يعني انا حرفيا مش متفائل خالص. انا ممكن الفيلم ده حرفيا سواء هو او كابتن امريكا الجديد، انا حرفيا ممكن اعمل لهم سكيب، واول مره اعمل لفيلم سكيب لعالم مارفل السينمائي من زمان قوي، يعني بجد من زمان قوي قوي. يعني انا ما اعرفش يعني ايه هو ايه اللي هو ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش ايه اللي هم بيعملوه ده، بس انا انتوا حرفيا هتستغربوا من نسبه الترقب. انا نسبه ترقب للفيلم ده 2/10 اصلا، يعني 2/10 ده كمان انا كده كرمه، يعني انا حرفيا ام نوت انترستد للقصه بتاعت فلورنس بيو اللي هي لينا، اللي هي تقريبا خلاص هتاخد مكان بلاك ويدو من الاخر. يعني ممكن ان هو الامل شويه في باكي، غير كده انا وهو ديفيد هاربر طبعا اللي هو هيكون البانشينج باج الكوميدي ريليف اللي هيبقى موجود في الفيلم، غير كده الفيلم بصراحه حاسه هيبقى فقيع. يعني انا عامه انا مش متحمس خالص لعالم مارفل السينمائي، الافلام اللي جايه بتاعت عالم مارفل صراحه. انا قلت لكم هو حلو قوي، انتهى عند نو واي هوم، والكريزة اللي كانت فوق التورتة هي كانت بتاعت ديدبول وولفرين، غير كده بقى كل اللي هيجي ده انا بالنسبة لي حاسه هيبقى بلح، يعني ما مش متفائل لاي حاجة. فانا شايف ان 2/10 كانتيسبيشن ده كده يعني كده كرمه كمان، يعني وممكن يبقى فيه مفاجآت في الفيلم ما ظهرتش في التريلر، ممكن يبقى فيه مفاجآت في الفيلم شخصيا، بس انا اشك بصراحة. عن نفسي حاسس ان الفيلم ده مش هيبقى حلو خالص، يعني ده احساسي يعني، وحاسس ان عالم مارفل خلاص انتهى، يعني حرفيا انتهى. يعني ممكن لو حصل حاجة بعد كده بقى في سيكريت وورز، في اي حاجة ليها علاقة بالأفنجرز نفسهم، ممكن الله اعلم الدنيا تبقى ماشية ازاي يعني. بس عامة اوفر اول انا مش مبسوط من التريلر وما اتبسطتش بصراحة، يعني كنت توقعت ان حاجات ممكن تبقى اقوى من كده بكتير يعني. بس دي كانت حلقتنا دي ستيفلر رياكشن عن فيلم ثاندر بولز، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل التاني اسمه اومالون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.